يعني اللي لك طيب بيعها اي طبعا واسعار اعلى تكون اسعار اي في البدايه تعرف في نزول التمر بالبدايه نعم. يكون غالي، بس حاليا سعر التمر غالي انواع يعني يوصل كيلو سعره 3.5 2.5 هكذا يعني في بدايه. اما بالمي بدي اخر شيء القصاص يعني بصوره كامله التمر كله يستوي يعني هنا راح اسعار تقوم تدنى شويه شويه. بس ايش قد سعره الكيلو؟ يعني حاليا هسه الانواع اكو هسه حاليا دي يلقطون الخستاوي. الخستاوي ايش قد سعره هسه؟ سعره 2.5 3.5 في هذا. ومن يصير نهايته ايش قد يوصل سعره من يدنا الاسعار؟ من نهايته الخستاوي يوصل للادنى بعد يعني يصير ما له قيمه ولا فلس، ما حد يقلب اصلا. هيك يقول ما حد يقلب. ايه. بس هاي ايش قد تستمر انه الاسعار مرتفعه تناسب اليوم انتم اصحاب البساتين؟ بالنسبه للاسعار المرتفعه حاليا يعني تبقى من يعني احنا في اواسط اب. نعم. لو لا مو احنا دخلنا 20 اب. اي نعم. لي وين تبقى الاسعار زينه تناسبكم؟ يعني حواليا توصل لشهر شهرين، اما بنهايه من يبدي القصاص مثلا القصاص نهايه التاسع لو العاشر؟ نهايه العاشر. نهايه العاشر. العاشر تقريبا. نعم. يبدي قصاص عاد هنا يعني يبدي القص الصاعود يبدي يقص بصوره كامله. يعني حتى المشاهد يعرف القصاص يعني قص العثق. نعم كله. اي مثل ما بعض العالم يقولون عن قود يعني بصوره عامه كله يستوي التمر بصوره عامه كله جزء بشكل كامل.